ده كلامك بقى حلو قوي يا معلم. ايه اللي حصل في الدنيا؟ قول كمان ونورنا. اعمل ايه بقى؟ بدل ما تضيع فلوسك في حاجه مش مضمونه ارميهم هنا في الفرن وتبقى شريك يا معلم شحات. شوف شغلك يا صبري. يا خليل يا وزيري شوف شغلك. ابقى شريكك. اه واشخط وانطر واضرب بالشلوك. اه اقول لي الواد علي ده يا حمار. اه وابقى معلم زي كده واشرب الشيشه. طبعا انت بس تجيب الفلوس وكله هيبقى تمام. انت يا شحات. ايوان يا فوزي. اني هبقى معلم قد الدنيا. هبقى راسي براس المعلم ده غير الشهاوة كده. هو مش هشركه يا بيت. نص مكسب الفرن ليه. ايوه ونص المعلمة كمان. هو اللي قال لك كده؟ ايوه هو اللي قال لي كده. شحات خلي بالك يا شحات، ده شج ابوك وجدك يا بنت. ما هو كل شيء هيبقى بالورق والقانون. ايه وعند البيع المحامي مش بس كلام. ايه انت فرشه فوجيها كده. هو انت كده بتنشفي دماغك ليه؟ حاضر. انت مش عارفه حاجه في اي حاجه. ايه ده؟ حاضر يا شحات ربنا يستر. حط ايدك تحت المعصم كده شوف. الحجم يا اخويا مش لاقيهم. انا نهار اسود. فلوس يا فوزية. يا لهوي فلوس يا لهوي يا لهوي يا شحات. وين كده يا فوزية كده؟ مش لاقياهم. تلاقيها يا فوزية. ما هي يا اخي خديتي وقعتي قلبي. الحمد لله. ايه دي؟ فلوس قدامك وخديتيني كده. فوزية ادعي لها فوزية ولم البصل. خد اشرب يا مش عايز. انا عايز ابوي. ايش يا بابا ما تبقاش رخم. السلام عليكم. اهلا. الفلوس اهي يا معلم. فلوس اهي. ما تحب تخليهم معاك لغايه بكره لما توديهم للمحامي؟ لا عيب يا معلم، ده انت كلك فلوس ودي معقوله هتبص لفلوس واحد زيي؟ ده انت اكبر من كده. خليهم عندك في الامان. تسلم يا معلم شحات. يا صابر خد حطه دول في الخزنه عندك. الشغل عندك. يلا بينا يابا. استنى هاد بكلم امك يا ولد. الله. خليك يا حوزي. خلاص يا يابا. خلاص يلا هاد. يلا يلا يلا. خلي بالك من عوض يا شحات. خلي بالك علي يا اخوي. يلا. ترجعوا لي بالسلام يا رب. ان شاء الله. السلام. يابا. ايوه يا عوض. ركبني الطرناي يابا. الطرناي ايه يا عوض؟ انت عايز المعلم الشحات يركب طرناي؟ من النهارده مفيش غير تاكسي. مصروفك هيبقى 5 أبيض في اليوم. 5 أبيض يابا ما تحذرش. وامك هزود مصروفها 4 جنيه. ربع جنيه بحاله. لا تخلينا نتفسح، دي مصر حلوه قوي. We'll be right back.
يا معلم. الله انا دخلت معاك شركه ولا بركه؟ احنا مش اتفقنا خلاص؟ اتفقنا على ايه يا مغفل؟ ميعادك 8 تكون هنا 7 ونص، دي مش تكيه. لا ده انا شيكك يا معلم ومعلم زيك بالظبط. الله انت نسيت ولا ايه؟ ده لي دور النهارده في المعلم. ده لي دور دافع له 4000 جنيه يا ناس. 4000 جنيه يا حرامي، انت حتتك 4000 مليم؟ انت هتخش تشتغل ولا تغور من وش في 60 دقيقه؟ انا مظلم صحيح. شدين انا فلوس هي فلوس وشقايق وتعب ابويا وجدي، هتاكلهم كده انا هناك؟ ها خاف ربنا يا شيخ، دي فلوس ولا اي فلوس غلابه. صبر يا فندي، يا صبر يا فندي، صبر يا فندي. انا عارف انك راجل دغري. اتكلم ساكت ليه يا عم صابر؟ معناته ايه سكوتك ده؟ فلوسي راحت علي عمري ضاع. اتكلم يا صبر يا فندي. افتكر تاني يا معلم، انا جبت لك الفلوس وحطيتها هنا وانت اديتهم لصبر افندي وقلت له حطهم في الخزنه. افتح الخزنه وانت تساوي من المعروف. وانا يا زلقه. ايوه تعالى خد ابن المدونه ده وارميه بره. ايه مين يذبحني يقطعني؟ بس فلوسي ما تضيعش. اوعى اعمل معروف. انا اوعى موتني يا معلم. اعمل معروف فلوسي تعب ابويا وجدي وابوك فلوسي. ده انا تعبت شهر عمر كله. ابوس ايدك يا معلم. اعمل معروف يا معلم. حقك عليا هات فلوسك. انت بتدوق لصبر فين؟ خلاص انت اعمل معروف يا معلم. يا خفتك يا سحاب، يا خفتك يا سحاب يا ناس. يا هو يا اهل البندر. فلوسي يا ناس، فلوسي اهو يا اهل البندر. انتوا ساكتين ليه؟ التاجر السحابي خد فلوسي. فلوسي راح يا ناس. يا هو يا اهل البندر. فلوسي بتعبي وتعب ابويا وحبي علي. انت ساكتين ليه؟ انت ساكت ليه؟ ساكتين ليه؟ ما تتكلموا. فلوسي راحت يا ناس، فلوسي راحت. انا مش عارف يا ناس. يا ده انت كنت تقعد يا سحاب. تعبك راح يا سحاب. تعبك راح. فلوسي امي راح. تعبك راح يا سحاب. ساكتين ليه يا ناس؟ يا عليها. ايوه انا لسه جاي من المحكمه. ما حصلش اي مشاكل يا استاذ؟ انا اتعلمت منك الكتير. كل عقده ولها حلال ومفيش مستحيل. برافو عليك يا عوض، انت احسن وكيل اشتغل معايا. بسرعه قدرت تفهم الشغلانه وبقيت فرمت. بقالي النهارده مع حضرتك 5 سنين اتعلمت فيهم اللي ما اتعلموش ابويا. حسنيه عجيبه، ايه اللي مصحيك الليله دي يا حسنيه؟ والله زمان يا حسنيه. اتعشيتي؟ ما اتعشتش. كويس عشان ناكل لقمه سوا. ومش هتعشى. خير؟ ايه اللي حصل يا حسنيه؟ يعني كان هيجرى لها ايه بنتك؟ ما هي طول عمرها قاعده في اسكندريه، مش كفايه همك؟ كانت عايشه مع اختي وهي ماتت. يعني بنت زي دي تقعد لوحدها في شقه الناس يقولوا عليها ايه؟ بس الشقة ضيقة وبنتك بسلامتها يلزمها أوضة، ولا هتنام جنبنا على السرير عشان يبقى الهم همين. كلها كام يوم وهتتجوز. أنا هتفق مع كاتانيلا على التعجيل. أهو خد محل وبقى عال.
ربنا كريم، حرمني من نعمة الخلفة، كنت هوديهم فين؟ اهدي بس يا حسنية. اوعى ايدك كده، اهو ده اللي انت فالحلي فيه، كل يوم تسمعني الكلمتين دول الصبح وبالليل محدش يشوف وشك. يا حسنية انا باجي متأخر بلاقيكي نايمة بتصعبي علي.